بعد انقطاع لأكثر من سنة، تشارك 216 دار نشر وطنية في الطبعة الأولى لصالون الجزائر للكتاب تحت شعار الكتاب حياة، تخفيضات تصل إلى 50% للتخفيف عن المواطن. هذه الدورة لأول مرة وضعنا منصة في خدمة كل القرى على المستوى الوطني، بحيث أنه بإمكانه الاطلاع على كل الكتب المعروضة بأجنحة الناشرين، ويتم طلب أي كتاب كان ويصله إلى بيته. فتح أبواب هذا الصالون في ظل الظروف الصحية الراهنة خفف عن دور النشر التي أثرت عليها أزمة كورونا. اليوم نحضر العرس واستئناف الكتاب، والكتاب كما قلت هو للإسمنت للمجتمع، ويبقى دائما الكتاب كما قال المتنبي رحمه الله، يقول لك أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في العالم كتاب. هي فرصة يعني خاصة بعد مرور 4 عامين يعني نقدر نقوله ما كانش فيه فضاء يعني حتى يعني يعرض الناشر الكتاب، يعني إن شاء الله فيها مبادرات أخرى حتى يكون يعني لنا إن شاء الله متنفس على الأقل عرض الكتاب. الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي من أولويات هذا الطاقم الطبي الموجود في جناح المعرض. نصر على التزام البروتوكول سانيتير، سيرتو بروتوكول سانيتير، مدينا تعليمات في الابواب مام لي زاجون سيكوريتي هادو كامل على لو بور دو لا بافيت تي امبورطون بور دو لا بافيت و لابليكي دي سمو لو جيل هيدرو داك الكوليك لي ديزانفيكسيون 4 fois 3 fois بار جور و لو نومبر دي فيزيتور اي تري ليميتي تانيك تري امبورطون لا ديستانس اي لي زونفون موان 16 ans يا با دو دونفون موان 16 ans. عشاق المطالعة لم يفوتوا الفرصة، حضروا منذ الساعات الأولى لافتتاح هذه التظاهرة الوطنية الجديدة. رغم هذه الأزمة ورغم هذا الظرف اللي تعيشه الجزائر، فإن أحباء الكتاب وعشاق الكتاب يأتون إليه مهما كانت الظروف صعبة. الجائحة حجزتنا شوية على الكتاب، والمعرض بقينا متعطشين ليه دائما، يعني الحمد لله اليوم بعد مرور سنة عاودنا التقينا بالمعرض، والحمد لله رانا نشوفوا إقبال وكاين الكتب. الصالون فرصة لربط الكتاب بالقارئ وترقية ثقافة المطالعة، خاصة مع ما تفرضه كل من جائحة كوفيد-19 والتطور التكنولوجي، ما يتطلب ترويجا أكثر للكتاب.